الماتش البارح؟ والبارح مزيان الدراري زوينين وتفاهموا دابا يافي ان امبيونس والدراري متفائلين بهم ان شاء الله وغادي يكون خير من هنا لقدام ان شاء الله. واش كتظن بهاد المجهودات ديالهم غيكون عندهم القاء باش يمشيو لاكوب دو موندال؟ ان شاء الله بالمجهودات ديالنا حنا اللي سي نو كون دوفري لي سوتيان pour leur donner la confiance et pour leur céder l'occasion d'être accès à la Coupe du Monde, Inch'Allah, Marajia. Et ça fait plaisir de voir des journalistes, des jeunes comme vous qui font un reportage simple sur l'équipe nationale. Le Muntakhab Lwatani a aidé Khater Ouzouen, Tchbarkallah, le Muntakhab Lwatani Raghari. غادي يقارن الفرق الكبار في العالم ان شاء الله وهذا العام راه كلشي خايف منا ان شاء الله افريقيا كامله خايفه منا كلشي خايف منا اما العالم راه حاجه اخرى ولعابه كبار ديال فرنسا والطاليان دو على هذا المنتخب قال لك راه يقدر يدي الفينال كاس العالم ان شاء الله وجيبوا الرحيمي تبارك الله عليه الرحيمي اخويا والمدرب اللي عندنا تبارك الله مزيان جاب دراري البطوله ودراري اوروبا خلط شي مع شي وقاد التشكيله والحمد لله حنا دابا قارنوا فرق كبار تبارك الله كاين شي واحد سميتو زياد؟ بهاد المجهودات ديالهم تقدروا الفريق ديالهم يمشي لكاس العالم. بيان سير غنمشيو ان شاء الله لكاس العالم بيان سير 100% غنمشيو لكاس العالم وغنديروا شي حاجه كبيره في كاس العالم ان شاء الله كيف ذاك العام وصلنا للدومي فينال ان شاء الله هذا العام غنديو الفينال.